ازاي لغة الجسد ممكن انها تواجه متحرش ممكن ان هو بيواجهك باي طريقة من الطرق. الحال ده حصلت معايا موقف شخصي وكان موقف سخيف الحقيقة. كنت راكب المترو الانفاق وكنت مع والدتي، والدتي سيدة كبيرة في العمر طبعا، وكانت الحقيقة لابسة يعني مش هقولك يعني لا ده لابسة يعني سيدة تيير وحاجات يعني بسيطة، ولكن لاحظت ان كان احدى الاشخاص قاعد قدامنا وهو قاعد الحقيقه قاعد باصص، عارفين انتوا بقى البصات اللي كلها شهوه دي، اللي هو عمال باصص كده وبعدين باصص كده يعني طبعا لقطت الموضوع. والدتي كانت بتتكلم معايا بس انا بصيت كده يعني حسيت ايه ايه ده يعني، وهو الحقيقه بيبص كده. فانا اتعلمت في لغه الجسد مجموعه من الحاجات، انك مثلا لما تيجي تبص الواحد في عينيه فتره طويله بيبدا يتوتر، ابدا ابص في الشوز بتاعه في الحذاء بتاعه، ده الحقيقه بيديله ليس كونفيدنت او عدم ثقه او عدم اتزان، بيبدا يتوتر. الحاجات دي في علم النفس على فكره. فبدات اعمل ايه، بدات اركز في عينه من جوه من غير ما بربش، افضل باصص له كده في عينه في النين بتاع عينه واركز، وبعدين انزل على الشوز بتاعه او الحذاء بتاعه افضل باصص عليه كده، فهو طبعا يفضل باصص، وبعدين فهو طبعا بدأ يتوتر، بدأ يحس ايه ده في إيه؟ وفعليا المترو لما جيت المحطة اللي بعدها بعد ما قعد يتوتر وطبعا بطل يبص، ولكن مع الوقت بدأ يعمل كده وكده، بعدين لقيته راح جري على طول، حتى انا عارف ان دي مش المحطة بتاعته، ولكن هو ما استحملش مجرد هذا النظر الشديد في عينيه. البادي لانجوج لغة الجسد بتاعتنا بتأثر في حاجات كتيرة جدا. خلي بالك وانت ماشي انك وانت ماشي فارد ظهرك، ثقتك بنفسك، باصص في عين اللي قدامك، ده بيدي انطباع عنك كويس قوي، بيديك انطباع بالثقه، بيديك انطباع على العديد من الامور في حياتك. خلي بالك ان لغه الجسد بتاعتك ممكن كمان تستخدمها عشان تقهر متحرش. وسمعت كمان في مره ان المتحرش او الشخص لما يلاقي شخص واقف قدامه كده ماشي، لا ده هنا بيقول لك ان البادي جيستشرز او وضعيه الجسم بتاعتك بتقول اللي قدامك اوعى على احسن هديك على دماغك. فدايما نخلي عندنا الاتيتيود ده في حياتنا في شخصيتنا، مش بس لقهر المتحرشين، ولكن احنا نراعي جدا البادي لانجوج بتاعتنا، لان ليها تاثيرات كتيره جدا جدا على تكوين صور الناس عننا.